حطيت اليوم نصايب معاكم واحد الطاجين كيجي زوين زوين بزاف، اللحم البقري وشويه البرقوق واللوز، وزينته بالبيض مسلوق وشويه جنجلان. البنات نتمنى تدخلوا عندي تجربوا هذا الطاجين المغربي 100%، وتخليوا لي في التعاليق ما تنساوش لي لايك. ودابا ان شاء الله يا ربي غندوز معاكم باش نقدم هذا الطاجين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في قناه ام شيرين وايا. اليوم جيت كنت غنصايب واحد الطاجين بالبرقوق واللحم. طبيعه الحال الاكله هذه غنيه على التعريف، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا 2 كيلو ديال اللحم، عندي هنايا ثومه بودره، خرقوم، الابزار، سكنجبير، ملحه على حسب الذوق. هنا 2 بصلات مشلضين، هنا واحد شويه القزبر معدنوس غنقطعو من بعد، وهنايا شويه القزبر معدنوس مربوطين، وهنايا عندنا البرقوق على حساب اشخاص اللي عندكم في الدار ولا الضياف ولا اللي عندكم. وهنايا عندي واحد 4 البيضات للتزيين، كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه مع الزيت البلديه. دابا غادي ندوزو ديريكت باش نقدمو هاد الطبق. هاد المره عندي طنجره ما دايراش الطاجين كما كتشوفوا معايا، غادي نديرو هاداك التوابل ديالنا كامله. نديرو هذيك الربيطه ديال القزبر معدنوس، هنا البصله ديالنا، غادي نقطعو شويه ديال كما كتشوفوا معايا شويه ديال القزبر معدنوس، غير شويه ما نكثروش. مع اللحم ديال البرقوق ما كنكثروش فيه الربيع. غادي نديرو هاديك الزيت ديالنا، دابا غادي نردو الطنجرة ديالنا تشحر مزيان، نمرقوها. ما غاديش نمشي معاكم المراحل كاملة، كل واحد كلشي كيعرف يطيب هاد الطاجين هذا، غادي نردو يطيب من بعد نرجع معاكم ان شاء الله يا ربي. البنات بعد ما سلقنا البرقوق ديالنا درناه طاب، زدت عليه واحد معلقة ونص ديال السنيدة، غادي نزيد عليه واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. ما بغيتش نشارك معكم، كلشي كيعرف يطيب البرقوق، ما بغيتش نشارك معكم هذيك المراحل كامله. المهم دابا غادي نردو يتعسل ونتلاقاو من بعد. هذا هو الطاجين ديالنا زينته، قلت لكم بهذه الطريقه هذه كيجي زوين بزاف. البنات نتمنى تجربوه، وما تنساوش تدخلوا عندي تخليوا لي تعليق زوينه وتخليوا لي لايك، وبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم الاصدقاء ديالكم. البنات هذا هو الغداء ديالي ديال اليوم، وهذا هو الروتين ديالي ديال اليوم، شاركته معكم. كل واحد عنده خيره في دارو، نتمنوا البنات تدخلوا عندي وما تنساوش لي لايك وتشجعوني. كما كتشوفوا معايا الطاجين كيجي اروع ما يكون، رافقته بواحد الشلاضه اللي كتجي خفيفه وزوينه وظريفه. دابا شاركها معكم ان شاء الله يا ربي، الى اللقاء الى الفيديو المقدم ان شاء الله.